هذا البرنامج برعاية اس اي موبلر اوريبرو يونايتد مودنت اوريبرو ترافيك سكولا. تحية لكل متابعي الكومبس بحلقة جديدة من برنامج هيمون ديهال، برنامجنا المستمر معكم طيلة أيام كأس العالم. خلونا نلقي نظرة سوا على المواعيد والمحطات الناقلة للمباريات. وضيفي من برلين الإعلامي باسل حمدو مراسل قنوات الكأس الرياضية. يعني صراحة حسام خروج الألمان كان مفاجئ للغاية، لم يتوقع أشد المتشائمين من قبل الجماهير الألمانية أو أي أحد هنا في ألمانيا لم يكن يتوقع خروج ألمانيا من الدور الأول. يعني ألمانيا ما قبل البطولة لم تكن ألمانيا الفريق الذي لعب في البطولة، ألمانيا التي فاز فريقها رديف ببطولة كأس القارات، ألمانيا التي لديها 3 منتخبات جائزة، منتخب الشباب ومنتخب أيضا الرديف هناك في كأس القارات والمنتخب الذي يشارك حاليا. يعني هذا أمر يعني لم يصدق أحد صراحة، كان كالكابوس. لكن المفاجأة أيضا بأنه السويد يعني بعد خسارتها مع ألمانيا ارتفع مستواها بشكل كبير، فازت فوز مستحق وكبير جدا على المكسيك، لم يكن يتوقع أحد الفوز بهذا الكم من الأهداف. السويد تقدم كرة جميلة هذا الموسم، هذه النسخة يعني أتوقع إذا ما بقيت على هذا المستوى ستأهل إلى أدوار متقدمة جدا. لكن أعود وأقول خروج ألمان كان مفاجئ، أيضا وسائل الإعلام يعني كانت تتساءل بعد الخروج مباشرة ما الذي حدث. هناك من قال هل سيقال أم يستقيل لوف بعد هذه المباراة بعد هذه البطولة، لكن رد الاتحاد الألماني جاء بأنه سيستمر لوف عن طريق طبعا أوليفر بيرهوف، كان الرد سيستمر لوف إلى نهاية العقد 2022. لوف صرح بأنه يعني من المبكر أن يتحدث عن مصيره. اللاعبين كدراكسلر قال بأنه لوف هو الخيار الأمثل ونتمنى بقاء لوف. كل ذلك حدث بعد الحدث الاستثنائي الذي يعني هز ألمانيا، خروج ألمانيا من الدور الأول لأول مرة منذ سنوات طويلة جدا. فيكم تشاركونا أجواء متابعتكم للمونديال من خلال إرسال صور أو فيديو على الإيميل الموجود على الشاشة. لهون تكون انتهت حلقتنا من هي مونديال، نشوفكم بكرة بحلقة جديدة ولا تنسوا تتوقعوا نتائج المباريات.